السلام عليكم، مرحبا بالجميع. معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا 24. كما عودناكم نحن نحاول دائما أن نفيد المشاهد بأكثر قدر من المعلومات. لدينا موقعنا وكالعادة سوف تجدونه تحت الفيديو. اليوم سوف نخصص هذه الحلقة، هي حلقة قصيرة، للإجابة على الكثير من الاستفسارات التي وردتنا عن طريق القناة، عن طريق الموقع، عن طريق الواتساب والاتصالات المباشرة بخصوص الدعوات السياحية، لأنه هناك كما رأينا لبس في الموضوع بموضوع السعر وكيفية عملها، كيفية إرسالها، كيفية عمل التأشيرة أو الفيزا في القنصلية الروسية. أول موضوع هو بخصوص سعر الدعوة. كما تذكرون في الحلقة الثانية، سوف تجدون الرابط الآن، الحلقة الثانية ذكرنا أن سعر الدعوة السياحية مع الحجز الفندقي مع خطاب الضمان والتي تقوم بعمله الشركات السياحية هو 14 دولار. الترجمة كانت واضحة، 14 دولار هذا للدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، أستراليا، نيوزيلندا، الدول التي أنعم الله عليها مثل ما يقولون. يعني لدينا في الموقع، موقعنا ذكرنا أن سعر الدعوة السياحية ابتداء من 50 دولار، وهذا حقيقة. 50 دولار هو سعر الدعوة السياحية للأخوة من دول الخليج العربي، يعني السعودية، قطر، الكويت، البحرين وعمان. طبعا أخواتنا من الإمارات العربية المتحدة لا يحتاجون إلى دعوة، فهم يحصلون على الفيزا مباشرة في المطارات الروسية. لذلك عندما نذكر قيمة الدعوة للأخوة وخاصة من أشقائنا من المغرب العربي، من الجزائر، من المغرب، تونس، ليبيا، يسألون لماذا سعر الدعوة ليس كالذي تذكرون في القناة. نحن لا نبالغ، هذا السعر الحقيقي لدولنا. أنا من العراق، سعر الدعوة السياحية للعراقي، المغربي، الجزائري، التونسي، الليبي، اللبناني، المصري، السوداني، الموريتاني، أنا آسف إن نسيت دولة عربية أخرى، السعر هو واحد، هو أغلى من بقية الدول. لأننا مع الأسف يعني، وهذا إجابة على أحد الأخوة من الجزائر كما أعتقد، يعني يسألنا لماذا الجزائر من دول خطرة. هي ليست دول خطرة، هي وإنما دول الهجرة الخطرة. يعني كما ذكرت قبل قليل، الدول التي ذكرتها قبل قليل هي دول يسمونها في المصطلح العالمي دول مصدرة للهجرة. يعني نحن نحاول الهجرة إلى الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية للحصول على اللجوء، هذا واقع وحقيقة. لذلك دولنا تعتبر يعني دول حساسة بخصوص الحصول على التأشيرة. يعني إن كانت الدعوة أو التأشيرة إلى روسيا يمكن لك أن تحصل عليها خلال أسبوع وببساطة. فكما تعرفون الشنغن إلى أوروبا 90% من الشباب العربي لا يستطيع أن يحصل على الشنغن، وأنتم تعرفون هذا واقع حال. يعني لدينا سؤال بخصوص إرسال دعوة إلى الزبون. كل دولة وكل قنصلية روسية موجودة في تلك الدولة أو تلك المدينة لها خصوصيتها. بعض القنصلات الروسية لا تطلب منك الدعوة الحقيقية، يعني التي نحن نقوم بعملها، يكتفون بالنسخة التي ترسل بالإيميل، نرسلها لك بالبريد الإلكتروني، يكتفون بها. بعض القنصلات الروسية يقول لك يجب أن تجلب لنا الدعوة الأصلية. هذا معناه علينا أن نرسل لك الدعوة الأصلية بالبريد الدولي. البريد الدولي كما تعرفون يختلف، هناك الدي اتش ال، هناك الفيديكس، هناك شركات أخرى كثيرة، بعضها تأخذ 50 دولار للإرسال، وبعضها يأخذ 100، وبعضها حتى 150 دولار. يعني هذه ليس من مسؤوليتنا طبعا، يعني وإنما يعني أقصد هذا يقع على عاتق الزبون. يعني السؤال الآخر،
يعني بعض الأخوة يقولون إن دعوة الغالية، يعني نحن بصراحة بصراحة يعني أي أخ أو أخت يقوم بعمل يعني بمراسلتنا بالاتصال بنا منذ اليوم 25 أبريل نيسان 2019، اليوم خميس، منذ اليوم لدينا سعر واحد للدعوة السياحية، الدعوة السياحية مع الحجز الفندقي الشكلي زائد خطاب الضمان، ثلاث أشياء سوف نرسلها للزبون مباشرة. السعر هو، انتباه، السعر هو $100 فقط، $100 أمريكي سعر الدعوة السياحية لمدة شهر زائد خطاب ضمان مطلوب في القنصلية الروسية. كذلك هناك شيء يسمى الحجز الفندقي، هذا هو شكل الدعوة. الدعوة يجب أن يكون هناك ختمين، الختم الأول لدعوة، الثاني للفوتشر، فوتشر حجز الفندقي. بعض الأخوة بالمناسبة يقول أنا لا أريد حجز فندقي، أنا أقوم بالحجز عن طريق booking.com أو أنت أحجز لا مشكلة، لكن نحن سوف نرسل لك حجز لأنه مرافق دائما للدعوة السياحية، يعني هو يأتي ببلاش مثل ما يقولون. إن طلبت منك القنصلية الروسية حجز حقيقي مدفوع الثمن، هذا بحث آخر، لأن بعض القنصلات الروسية في بعض الدول العربية تطلب منك حجز فندقي حقيقي مدفوع الثمن، يعني أنت تسافر إلى روسيا لمدة 10 أيام، عليك أن تدفع حجز فندقي حقيقي لمدة 10 أيام. كما تعرفون الفنادق تختلف، يعني بعضها في الليلة $10 وبعضها $100، هذا يعتمد على الزبون أين، في أي مدينة، عدد الليالي وهكذا، يعني هو بإمكانه أن يقوم بالحجز بنفسه والدفع بنفسه، ونحن كذلك ممكن له أن نساعده. السؤال الآخر، بعض الأخوة يعني لا يفرقون بين الدعوة السياحية والدعوة التجارية. يا أخوة، الدعوة السياحية تقوم بعملها مباشرة الشركات السياحية الروسية المرخص لها من الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية، وهي وكالة يعني وكالة تابعة للدولة. الدعوة السياحية تصدر خلال يوم واحد، يعني عبارة عن اسم الشخص وتاريخ الدخول، تاريخ الخروج، والمدن التي سوف يزورها، بالإضافة إلى أسماء الفنادق وغيرها. يعني هذا كل الكلام يعني يتطلب يوم واحد. الدعوة التجارية هي تصدر عن طريق الشركات التجارية الروسية، وتقوم بعملها وزارة الداخلية الروسية، يعني أمر مختلف بتاتا. يعني فبعض الأخوة لا يفرق بين التجارية وبين السياحية. السياحية عبارة عن ورقة عليها ختم الشركة وفيها رقم تسلسلي خاص بكل زبون وكذلك رقم الشركة، وأنا أرسلها للزبون. نحن ما معنى الدول الخطرة؟ الدول الخطرة قبل قليل ذكرتها، يعني الدول الخطرة هي دولنا العربية التي لديها معدل عالي للهجرة، يعني أذكر يعني وخاصة العراق، يعني سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، للأسف هذا واقع حال يعني، وإن شاء الله سوف تتحسن الأحوال في المستقبل. بالنسبة للأخوة، أذكر الأخوة من دولة الجزائر البطلة، كثير من هذه الدولة شباب يعني يسألوننا ويراسلوننا، لكن لديهم مشكلة بكيفية تحويل الأموال، هذه سوف نشرحها إن شاء الله في المستقبل، يعني لأنه صراحة لا يوجد لديهم خدمة إرسال الأموال، يعني هم وكذلك أعتقد المغرب وليبيا وبعض الدول يعني لديهم مشكلة بمسألة إرسال الأموال. إحنا في المجمل يعني في المجمل نحاول المساعدة، لأنه هناك مشكلة في يعني في الأمور التي لا علاقة بالسياحة في روسيا، أمور مبهمة. طبعا هناك الكثير من الشركات السياحية في الدول العربية التي تقوم بعمل كل شيء، تستلم عندك الجواز وتعطيك الفيزا مباشرة، لكنه السعر صراحة مبالغ فيه، يعني مثل ما أنا أعرف في بعض الدول العربية قيمة الفيزا السياحية إلى روسيا يعني $400، وهذا شيء مبالغ فيه صراحة. الغرض من الكلام، أتمنى يعني أنه أكون قد يعني وضحت بعض النقاط
الغير مفهومة يعني، وإن خطأت أو نسيت فأعذروني. كما عودناكم نحن نحاول المساعدة، يعني نحن صراحة لسنا بمحترفين في اليوتيوب كما ترون. أنا رجل يعني لست صغير بالعمر يعني، ولكن أحاول يعني أحاول إيصال المعلومة، وكذلك شريكي سيرجيه. نرجو منكم مراسلتنا، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس والكتابة لنا، وسوف نكون مسرورين دائما بالرد عليكم. كان معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا 24 من مدينة بيرم. هذه مدينة بيرم بالمناسبة هي على يسارنا، وقبل قليل كان نهر الكاما. نحن نعيش في مدينة بيرم في إقليم الأورال في روسيا الاتحادية. مع السلامة.